الخثيرس اسمها الإسباني، ويطلق عليها عرب الأندلس الجزيرة الخضراء، وهي مدينة بحرية تقع في أقصى الجنوب الإسباني، وتعد أول بوابات أوروبا للقادمين من الجانب المقابل لسواحل شمال أفريقيا. بطل حكايتنا اليوم متعهد دفن الأموات، اعتبرته الصحافة العالمية أحد فرسان عمليات البحث ونقل جثث المهاجرين، أو من يطلق عليهم مهاجرو قوارب الموت، لإعادة جثامينهم إلى بلادهم الأم. اسمي مارتن زامورا، صاحب شركة تنظيم جنازات ودفن موتى خارجة عن المألوفة. نحن في إسبانيا نقدم خدماتنا للمسلمين حصراً. في الواقع أنا مسلم الديانة وأتصرف كأي مسلم آخر. منذ أكثر من 20 عاماً، منذ عام 1999، نحن حاضرون في أماكن طفو جثث غرقى من مهاجرين غير شرعيين يحاولون القدوم إلى إسبانيا. الأرقام المعلنة حسب المنظمة الإسبانية كومينادو فرونتيراس هي أن عام 2021 شهد وفاة 4404 مهاجرين خلال محاولة الوصول لإسبانيا، في أسوأ رقم تاريخي في أعداد الوفيات على الحدود. فدوى سيدة مغربية تدير بقالة صغيرة وتعمل متطوعة في التواصل مع زامورا وأهالي ضحايا قوارب الموت والهاربين من العنف والبؤس نحو ضفاف الأمل والحرية. وهذا المقطع هذا هي الفرونتيرا الحراقة كاملين كيجيو لنا هنايا من المغرب ومن غير المغرب، وحنا اللي كنتحملوا مسؤولية هنايا. كنبين التصاور ديالهم ميتين، الاوديوز ديال العائله ديالهم ديال الحبابهم كيبكي، وكل وحده اش كتقول باغا ولدك بدات تجي عندها. انا كنحاول نوصل لهم وكنوصل بواحد الطريقه، ومارتين كيتعاون معايا كنعطيه طريب بطريف اللي قديت عليه عن جمعه، كنعطيه طريب بطريف حتى كنوصلوه ونكملوا الامانه. كان قلبي محروق على خويا، ما عرفتش ميت ولا حي في البحر. تلقيتيه انتيا وجبتيه لنا، الله يرحم لك الوالدين، والله يعطيك ما نويتي في خاطرك وفي صحيحتك، ويخلي لك وليداتك ويشافي لك الزوج ديالك ويخلي لك العزيز في قلبك. راه خير كثير علينا بزاف اللي جبتي لنا خونا ودفناه. دخلت إلى عالم الهجرة غير القانونية هذا في ظروف خاصة، ففي عام 1998 جئت من مورسيا إلى الأندلس الساحرة، لكن ليس لهذه الغاية. في ليلة ما حصل حادث مات فيه الجميع، واستدعيت مؤسسات نقل الموتى. ذهبنا إلى المكان حيث دعتنا المحكمة والدفاع المدني، فوجدت 16 جثة لأشخاص يبدون من المغاربيين. سألت السلطات عما سيحصل لأولئك الموتى، فأخبروني أن من المستحيل تحديد هوياتهم، وعليه سيجرى دفنهم في مقبرة جماعية. أعارتني المحكمة حوائج الغرقى في أمل أن تعينني على إيجاد أهلهم. ذهبت على أمل نقل الجثث، فوجدت أناسا لا يمتلكون ما يسد حاجاتهم. وطبعا من العسير عليك أن تقابل أبا وأن تقول له وجها لوجه: ابنك مات وجثته في ثلاجة ولا تقدر على أخذها لأنه ليست لديك نقود. إنجليز هوريرا إسبانية تدير جمعية خيرية
أهدافها البحث والتعريف بهوية المهاجرين من ضحايا قوارب الموت. Le Centre international pour l'identification de migrants disparus. في عام 17 تأسس المركز الدولي لتحديد هويات المهاجرين المفقودين المعروف باسم سوبيم، وهو يعنى بمساعدة عائلات من يختفون أثناء عبور البحر قبل وصولهم إلى أوروبا قادمين من إفريقيا وبلدان المغرب، كما نعين عائلاتهم على إجراء المعاملات الرسمية بعد إيجاد جثثهم على شواطئ إسبانيا والتعرف عليها وإعادة الجثمين إلى بلدانهم الأصلية. نحن منظمة غير حكومية وغير ربحية بتاتاً، أي ليس عندنا أي تمويل. فروع المنظمة كلها تمول نفسها بنفسها، ليس عندنا تمويل لا من إسبانيا ولا من بلدان المغرب أو البلدان العربية ولا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي للأسف. كنت في المقهى أتناول فطوري صباحاً، وفجأة توقف عند طاولتي رجل وقدم نفسه. اسمي كيوتو. طلب مني مبلغاً لشرب قهوته الصباحية، أعطيته. وسألت الجالس بقربي في المقهى، قال لي لقد فقد عقله، يأتي كل صباح يرتشف القهوة من دون التحدث مع أحد، ويردد تعويذة أفريقية أمام بوابة الميناء، معتقداً أن أخاه المفقود سيخرج من بوابة الميناء ويلتقيه، إذ لا يصدق لحد اليوم أن أخاه ابتلعه البحر منذ سنتين. كانت تجربتي بزوارق الموت عصيبة. كنت أشاهد الركاب يرمون أنفسهم بجنون في البحر منتحرين. ما فعلته الجلوس وانتظار قدري ساعة غرق القارب بي ومن معي. تستطيع تجنب إطلاق العيارات النارية بأن تختبئ، لكن عندما تكون في وسط البحر لا توجد خيارات أمامك إطلاقا. لا نعرف دائما أسرة الفقيد، ويجب التأكد من خلال الحمض النووي، فهي الطريقة الوحيدة المتاحة في حال تشوه الجثة جراء بقائها فترة طويلة في البحر، وتتكرر تلك المشكلة. فعلى الأغلب لا يوجد أقرباء للغريق هنا في إسبانيا، وإن تم تحديد العائلة في البلد الأصلي فهي تقبل بإعطاء عينات. يتعين على السلطات الإسبانية إرسال ممثل عن الدفاع المدني إلى المغرب والتعاون مع القنصلية، لكن منذ سنوات لم تعد الأمور تسير بالشكل المنشود بسبب وباء كورونا وغلق الحدود مع المغرب حالياً. حالما تحدد هوية الجثة يحال الملف إلى الدولة الإسبانية لفترة معقولة. في حال فقدان شخص يمكن التواصل مع الدفاع المدني أو رفع دعوى اختفاء. يقوم الدفاع المدني بأخذ عينات حمض نووي من أحد الأقرباء، فإن ظهر تطابق يجرى إبلاغ العائلة حالاً وإعلامها بمكان وجود جثة المتوفى. السلام عليكم أخوتي، أنا مزوجة فيكم، راه الكره هو اللي كنت مكلفة به، راه هو أنا بالدواء وباه بالدواء، راه ما كنعرفو والو أختي، راه ما عندناش، دابا راه حنا علينا الماء وعلينا الضوء وعلينا الكره، راه عمدوني نموت أسيادي، راه هو اللي كان مكلف بيا، أنا مزوجة فيكم إلا عطيوني ولدي باش القلب ديالي يبرد عليا، أنا مزوجة فيكم أسيادي. وفق القانون الإسباني يستلزم التعرف على جثة ما بشكل قاطع التواصل مع عائلة المتوفى. في حال لم تبقى الجثة وقتاً طويلاً مغمورة بالماء، نأخذ بصمة الأصابع ونطلب من سفارة بلد الغريق تزويدنا بمعلوماتها الشخصية البيومترية. لكن للأسف غالباً ما تظل الجثة مدة طويلة في البحر، ما يجعلها متفسخة وبالتالي عسيرة التمييز.
في تلك الحال نكون ملزمين بإحالة طلب تحليل الحمض النووي لمقارنته بأهل الفقيد المحتملين. وطبعاً فإن الشرطة القضائية الإسبانية هي المخولة بمتابعة الملف بالتعاون مع منظمة إنتربول للالتماس من العائلة الموافقة على تقديم عيناتهم لغرض المقارنة. وبعد أخذ العينة منهم ترسل إلى مدريد حيث يتم تحليلها في مختبر التحقيق الجنائي التابع للشرطة القضائية. وفي أكثر من 99% من الحالات، إن لم نقل 100%، يتم إثبات تطابق الحمض النووي. عبد الإله بوطيب شاب مغربي يعمل مع زامورا في عالم ضحايا الحراقة، التي تعني من يحرق أوراقه الرسمية والثبوتية ويسافر في قوارب بسيطة من خشب. مهمة عبد الإله الترجمة وشحن جثامين الغرقى في إحدى البواخر المتجهة من إسبانيا إلى طنجة المغربية. لما بنتواصل بالعائلات بتاعت المتوفين، العائلات ديالهم ما كيكونوش عارفين حتى شي حاجه. كنتصلوا بهم كنخبرهم بلي ان بلي الولد ديالهم راه توفى. طالما أكدت أن ثمة بروتوكولات متعددة وشائكة فيما يخص المهاجرين الغرقى، تسارع جهات متشعبة عدة إلى التصرف كالصليب الأحمر والشرطة وغيرهما. أما المهاجرون الأحياء فيحظون باهتمام كاف، لكن الأموات لا يتكلمون، لا يسعهم القول نريد العودة إلى الوطن وأن ندفن فيه. وأنا أصل أحياناً إلى الإحباط جراء تعقيدات إيجاد أهاليهم للتواصل معهم. قطعاً لا يرغبون في أن يتركوا في ثلاجة، لكنهم لا يستطيعون الكلام. المهنة التي أمارسها تجعل مني الناطق باسمهم، فأقول لهم أنا هنا أساندكم إزاء قرارات الدفاع المدني وأعمل ما بوسعي لإيجاد عائلاتكم. أجل، من واجبي أن أكون صوتهم الناطق. عندما تتكون لدينا فكرة ما دقيقة أو مبهمة عن تاريخ ركوب البحر وبشكل خاص من أين غادر القارب، نباشر بإجراء استقصاءات في ذلك المكان نفسه. فشبكاتنا المختلفة في البلدان المعنية تتيح لنا عموماً أن نجد دوماً شخصاً ما يعرف الفقيد أو لديه فكرة عن اسمه أو لقبه، وعلى الأغلب الاسم المستعار، وذلك يساعد على إيجاد أسرة الفقيد. إبلاغ الأسرة بالموضوع شيء فظيع، إنه مأساة في حد ذاته. فالضحايا شباب تتراوح أعمارهم على الأغلب بين 18 و30 عاماً، يفقدون الحياة على ما يدعى قوارب الموت، وهي أصلاً غير جديرة بتسميتها قوارب، فهي تفتقد إلى أبسط مقومات السلامة. إنها مجرد أشياء عائمة وطبعاً رخيصة، لذلك حين تنقلب في البحر أو حين يسقط أحدهم منها لا تعود هناك أي فرصة للنجاة، لا سيما مع درجة حرارة الماء المنخفضة. ومع الإصابة بهبوط حرارة الجسم يصبح الموت غرقاً أمراً محتوماً، وذلك ما يحصل لعدد كبير من الشباب أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. كاين محسنين هنا في إسبانيا في جبل طارق، ولكن ما يقدروش يساعدوك دائما. المساعدة أي ساعدك في واحد 50 أورو 100 أورو، عنجمعوا قاع 300 أورو 400 أورو، ما نوصلوش عندك الثمن باش نهبطوا الميت المغرب. ولكن دائما جوج ديال الحراقة ميتين، 3 4 في الشهر، ما كايناش المساعدة، ما كايناش يد المساعدة من عند الناس، ما كايناش.
dice que cuáles son las historias que más me han podido impactar a lo largo de estos años. أثرت في حكايات أشخاص كثيرين، منهم يعيشون في فرنسا، يبدون نبيلين جميلي المظهر بهندام أنيق وقامة طويلة رشيقة. أحدهم شاب في سن 18، عامل زراعي، عمل في الحقول في فرنسا مع أبيه وعمه، فوفر المال لتكاليف تهريب أخيه إلى فرنسا. ظن أن الوسيلة المثلى هي تخبئة أخيه في شاحنة لشخص مهرب عديم الذمة يدعي أنه نحات. شاحنته مزودة بأرضية مخفية اختبأ فيها 5 شبان، وتم وضع أحجار على الأرضية الفوقية لكي يدعي النحات المزعوم أنه يجلبها من المغرب لحاجته إليها للنحت. تمكنا من عبور الحدود وتوقفت الشاحنة في مكان منزو، لكنهما بعد ذلك لم يعودا يسمعان أي صوت من الشباب المهربين 5. فتبين أن المهاجرين 5 ماتوا جميعا مختنقين تحت ثقل الصخور نتيجة خسف الأرضية الفوقية. الفتى الذي مات أخوه تمكن من العودة إلى فرنسا بإيقاف السيارات لتوصيلة مجانية. بعد أيام تم التوجه إليه لإيلاء مهمة نقل الجثث، وأتوا بالصبي للتعرف على جثة أخيه، فبكل عفوية وحسن نية قص عليهم ما حدث. هكذا علاوة على فقدان أخيه الوحيد وجهت له تهمة التواطؤ وتم وضعه قيد الحبس. واحد السيدة ولدها جبرناه معلق راسه هنايا في الخزيرات 7 شهور ما شافته. بقيت كنتصلت اتصلت اتصلت حتى وصلت ليلو المغرب من القصيري واحد البوبلو، والام ديالو قالت لي اه ولدي 7 شهور ما شفتو بوينو و4 شهور باش علق راسو. ملي قلت له ولدك ها هو، قالت لي انا بغيت جيب لي ولدي نعطيك الكلوه ديالي اللي طلبتيه من الاعضاء ديالي نعطيه لك. اللي أثرت فيها بزاف هي واحد الإنسان، واحد السوري مسكين كان مشى للجزائر هو والعائلة ديالو. بالحق الحق هو جا بغى يهاجر لإسبانيا من الجزائر. بالحق من جا لهنايا مسكين وصل متوفي، وبقينا كنتصلوا اتصلت أنا بالأخ ديالو، ومسكين ما عندهمش طيران إلى سوريا ما كاينش، وما بقاتناش شي طريقه الا ندفنوها هنايا في اسبانيا. ينبغي التذكير بأن منظمتنا ملزمة باتباع إجراءات الجنازات والدفن، ليس فقط وفق القوانين الإسبانية إنما الأوروبية أيضا، وعليه يجرى تسفير الجثامين إلى البلدان المعنية بواسطة مؤسسات دفن معترف بها رسمياً ومؤهلة لتلك الإجراءات. تلك كيفية تعامل منظمتنا مع مؤسسات الدفن، وربما أيضاً مع السيد زامورا إن تطلب الأمر، فهو ينشط منذ سنوات في ميدان مساعدة المهاجرين. عندما يتلقى نداءً من أسرة تبحث عن أحد أفرادها يحيل إلينا الطلب لكي نباشر بالاستفسار، وحين يتوفر المعلومات لدينا عن هوية شخص المفقود نتواصل مع السيد زامورا، فهو شخص متفهم ويدرك حجم معاناة العائلات بخلاف آخرين لا يأبهون بذلك. وفي النهاية توافق مؤسسات الدفن على نقل الجثمان بسعر منخفض جداً، وأحياناً هو من يتحمل التكاليف من جيبه، لذلك نستحسن التعامل مع السيد زامورا. إن الأسباب التي تجعلني قريباً من المهاجرين الغرقى أولاً الحافز الإنساني، والسبب الثاني أنهم إخوتي في الدين، وأعتقد جميعاً علينا فعل الشيء نفسه بقدر استطاعتنا وإمكانياتنا، ومن المنطقي مزج الحافزين معاً. كنت وسأبقى هكذا. Thank you.
الحراقة بزاف كيدخلوا بزاف بزاف بزاف. احنا باقي عندنا هنا وباقي اللي في البحر، وكل نهار عندنا مفاجآت. كاين اللي كنجبروهم ميتين هنا وخصك تهبطهم، وكاين اللي كتجبرهم في البحر وخصك تهبطهم، ما عندنا ما نعملوا. هذا هو الواقع. احنا خصنا مساعدة كنطلبوا من المغرب ولا خارج من المغرب، اولا من الدول الأوروبية ولا من الدول الخليجية، من اي بلاد كنطلبوا المعاونة يساعدونا، لان احنا هنا ما بقيناش قادين. عندنا الميتين هنا وما قادينش باش نهبطوهم من المغرب. اشرفت رحلتي على النهاية، وما زلت ابحث عن اجوبة وافية لمشروع كحل لهذه الموجات البشرية من المتعبين والحالمين والقادمين بقوارب من خشب، ولكن لم أجد الإجابة المقنعة من جميع من التقيتهم.